أسماء بدوي لعبة كرة السلة وبتحب كمان تكتب شعر، بس إيه بقى المختلف فيها يا ترى؟ هو إنها بتلعب كرة السلة بالحجاب، دي حاجة مش سهلة خالص. أسماء سودانية بس عاشت حياتها كلها في إنجلترا، من وهي صغيرة بتحب كتابة الشعر، كانت بتكتب عن بلدها السودان وكمان عن والدتها وقد إيه هي فخورة إنها بنتها، وكانت بتحب تكتب عن الصحة النفسية كمان. بعد كده حبت إنها تكون متخصصة في رياضة معينة فاختارت كرة السلة ودخلت فريق الجامعة، وبعدها ابتدت تلعب في نادي برادفورد في إنجلترا. بس المشكلة بقى إن في إنجلترا ممنوع أي حد يلبس الحجاب إنه يحترف أو يلعب في فريق كرة السلة، فالبنات المحجمات بما فيهم أسماء في سنة 2018 قرروا إن هم يعملوا حملة ضد الرأي ده مع فيبا. فيبا ده الاتحاد الأوروبي لكرة السلة، والحملة دي دخلت التاريخ، وقدروا إن هم يغيروا قانون منع الستات المحجبات إن هم يلعبوا كرة السلة، حاجة فعلاً كويسة جداً ومشرفة. ومن ساعتها ولغاية دلوقتي أسماء بتشجع إنه يكون في تنوع في لبس الستات المحجبة وهي بتلعب أي رياضة من خلال السوشيال ميديا بتاعتها، وبتدي دايماً أفكار للبنات والستات إنهم ممكن يلبسوا إيه. وأسماء كمان عندها كتاب اسمه Belongings أسماء البدوي، الكتاب ده فيه مجموعة من أفكارها ومشاعر حستها من خلال مسيرتها كواحدة سودانية إنجليزية محجبة وعايزة تلعب كرة السلة وكاتباه بطريقة الشعر. أسماء هدفها إن كل ست يكون مرحب بيها في أي رياضة وبأي نوع لبس هي حابة تلبسه. فعلاً أسماء بنت مميزة وهيتكتب اسمها في التاريخ، ولسه ليها مستقبل عظيم.